انا بالنسبه لي انا بحب ان انا بفضل محافظ على جسمي طول الوقت. انا لو يعني انا خاسس لا ايه اللي في شكلك مش راضي عنه؟ بلاش اجابه دبلوماسيه. لا في شكلي هو انا يعني انا دلوقتي هتغيره هتغيره. يعني انا دلوقتي خاسس شويه، انا عايز ارجع تاني اتمرن عشان ابقى ازيد شويه. ما انا عندي الموضوع ده بيسبب لي اكتئاب لو انا مش ماشي. احنا مش بنتكلم عن الجسم، لا الجسم عادي، ما احنا كلنا ممكن ننزل جيم ونظبط. اللي مش عاجبني مش شكلي، عايز تصغر مناخيرك، تحلق شعرك، يعني تعمل اي ايه. انا كل شويه بلعب في شكلي، يعني كل طيب انت عشان مقاييس الجمال كلها فيك طبعا. والله يا لا والله مش عندي حاجه مضايقاني في شكلي. انت يا نورة طيب السؤال يعني انا عندي الحته دي بس ممكن تكون عايز سحبه شويه، محتاجه ان هي تبقى لحد هنا مثلا بس.